نعيد تاني الجزء بتاع الهايبوثالاموس المساقط الشهوي. نيجي الكنترول اللي هو بعتبره من فوق يا ولاد بنسميه الهايبوثالاموس كنترول. كنا عرفنا ان البيتيوتري عشان تطلع السكس امبورتنت هرمونز اللي هم قلنا 3 جلايكوبروتين 3 بوليبيبتايدز لازم الهايبوثالاموس تطلع لهم ريليسينج او انهيبيتنج هرمونز. يبقى عشان البيتيوتري تطلع السكس امبورتنت هرمونز لازم الهايبوثالاموس تطلع لهم ريليسينج اور انهيبيتنج هرمونز. ده على فكره بيجي سؤال لوحده، لو جالي سؤال الهايبوثالاميك كنترول هجاوبه في 6 نقاط بطريقه سهله 3 2 1. اول 3 هنقول ان اني جزء في الهايبوثالاموس هو اللي بيطلع الريليسينج انهيبيتنج هرمونز دول. الاجابه ميديان امينس، وعاوز اقولها برضو بطريقه يعني تذكرك بيها. لما بتنسى هو اني حته في الهايبوثالاموس اللي بتطلع ده عيب. ليه بقى؟ لانه انا لو قلت لك فلان از ان امينانت بيرسون، شخص معروف بارز في المجتمع، زي ما تعرفوش، طب ايه رايك بقى الجزء اللي من الهايبوثالاموس اللي بيطلع الكلام ده اسمه البروز، الحته البارزه في الهايبوثالاموس، ميديان امينانس، حته بارزه، حته معروفه، فازاي ما تعرفش الجزء في الهايبوثالاموس اللي بيطلع ريليسنج انهيبيتنج هرمونز؟ وده سؤال ام اس كيو. الميديان امينانس، طب عدد الريليسنج والانهيبيتنج هرمونز، وبقول هرمونز لان عشان كده اعتبرنا الهايبوثالاموس اندوكراينال جلاند لانها بتطلع هرمونز، بدليل ان ما هو تعريف الهرمون؟ بيدخل في الدم. طب ما هي بتدخله في الهايبوثالامو فيزيال بورتال سيركوليشن اللي قلناه، يبقى عشان كده اعتبرنا الهايبوثالاموس وجبتها لكم سؤال از هرمون. نيجي اسماء الستة بقى. خد بالك الاول من نقطة مهمة، انا قلت في البيتيوتري يا شباب ان البيتيوتري بتطلع 6 important hormones لان هم في الحقيقة اكثر من 50، بينما الهايبوثالاموس هم 6 بتطلع 6 releasing and inhibiting hormones مش important، هم بس 6. تفتكرهم ازاي؟ عندي طريقة لطيفة بالالوان. فاكر البيزوفيليك سيلز اللي كانت بتتحكم في ثلاثة دول تفكر فيهم لوحدهم بيطلعوا 3، والاسيدوفيليك سيلز اللي باللون الاحمر بتوع جروث هرمون برولاكتين بيطلعوا 3 تانيين. ابتدي باللي باللون الازرق. احنا قلنا للمره يمكن العاشرة ان في 3 غدد تحت تاثير الانتيريو بيتيوتري، ثايرويد كارتكس اند جونادز. دول كل يوم بيشتغلوا، لازم بيتيوتري تشغلهم كل يوم، فلازم كل يوم الهايبوثالاموس تبعت لهم ريليسنج هرمون. فادي اول 3. الثايرويد بتطلع ثايروتروبين ريليسنج هرمون، للكورتكس كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، للجونادز جونادوتروبين ريليسنج هرمون. يبقى عاوزك كده بطلاقه تفتكرهم، يعني تعتبر روحك كده انك بغمض عينيك ويختفي وجه الممتحن وكانك شايف الرسمه دي وتذكرها. انا اغمضت العين رأيتها خلف الجفون كأني شايفها. ثايرويد كارتكس جونادز، وتقولها بطلاقة أول 3 بثبات، ثايرو كورتيكو جونادو تروبين ريليسينج هرمونز. دول أول 3. نيجي الثلاثة اللي بعدهم يا شباب اللي هم لما لقى باللون الأحمر أسيلوفيليك، لون أحمر يعني خطر، تمهل تأنى. أول واحدة بتطلع البرولاكت اللي هو بتاع الرضاعة. اسأل روحك سؤال، هل الرضاعة استثناء أم أساس في حياة الفيميل؟ أنا أعتقد الإجابة استثناء، لأن في ستات لم ينعم الله عليهم بنعمة الإنجاب وبالتالي بالرضاعة على الإطلاق، وحتى اللي ربنا أنعم عليهم وأنجبوا بيرضعوا 1 2 3 4 أطفال، يعني في الآخر محدود. الأساس إن الفيميل طول عمرها ما بترضعش، وفترات استثنائية في حياتها هي اللي بترضع فيها، ولأنه وراء الخلق خالق، فعشان كده ربنا في حالة البرولاكتين ما عملوش ريليسنج، لأن الأساس إن هو ما بيطلعش، فعمل له برولاكتين انهيبيتنج هرمون. يبقى دول عندهم 3 ريليسنج، إنما ده انهيبيتنج. طب نيجي للجروث هرمون. الجروث هرمون ده قصة تانية.
أسأل روحي سؤال، هو النمو ثابت بدرجة واحدة في كل فترات الحياة؟ أعتقد الإجابة لا. إنسان بينمو بسرعة جدا في فترة الرضاعة وفترة البلوغ، وفي الطفولة بينمو ببطء، وبعد البلوغ لا ينمو على الإطلاق. في فترات بننمو أول 20 سنة بدرجات متفاوتة، اللي بعد كده مفيش نمو. عشان كده الجروث هرمون عنده ريليسينج اند انهيبيتينج هرمون. شوف الروعة، جروث هرمون ريليسينج اند جروث هرمون انهيبيتينج. تعرف لي عن كل واحد كلمة. جروث هرمون ريليسينج ده المور امبورتنت، ده الأهم. الانهيبيتينج بيسموه اسم آخر بيجي في الام اس كيو، سوماتوستاتين. ستاتيك يعني حاجة تثبت، انه بيثبت السوماتوتروفيك هرمون. النقطة الثالثة، يبقى قلنا ثلاثة من الأسيدوفيليك، وهتقولهم بطلاقة ثلاث غدد شغالة كل يوم، ثايرو كورتيكو جونادو توبين ريليسي هرمونز، واللون الأحمر ثلاثة تانين. بس تحتاج انك تفكر، الرضاعة استثناء، يبقى البرولاكتين انهيبيتينج. الجروث في فترات سريعة فترات بطيئة، يبقى جروث هرمون ريليسي وجروث هرمون انهيبيتينج. النقطة الثالثة، هينزلوا ازاي؟ قلناها قبل كده، عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، اللي هو قلنا كابيلاري محصور ما بين تو كابيلاريز. فهمنا ليه؟ لانه لازم الفاكتورز دي تدخل في فيسل في الهايبوثالامس، وبعدين تطلع في البيتيوتري، والفيسلز الوحيده اللي تسمح بالاكشينج هي الكابيلاريز. فيبقى تدخل في الكابيلاري بتاعت الهايبوثالامس لانها طالعه من الميديال امينس والهايبوثالامس، وتطلع تأثر في الخلايا دي في البيتيوتري. وقلنا لما يبقى فين محصور ما بين تو كابيلاريز نسميه بورتال، يعني بابي، وشفنا مثيله في الجهاز الهضمي، ان كابيلاري طالع من الانتستين تمتص الاكل، وعند كابيلاري تطلع الاكل في الليفر عشان يبقى ميتابولايز. فالفين اللي متصل ما بين الكابيلاري في الانتستين اللي بتمتص الاكل والكابيلاري اللي في الليفر اللي هتطلع الاكل تبي ميتابولايز سموه بورتال. عشان عاوز كل الترمينولوجي تبقوا فاهمينه، كل كلمه فاهمين معناها، يعني ايه بيبتايد، يعني ايه بولي بيبتايد، يعني ايه بروتين، ويعني ايه بورتال. هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. يبقى دول اول ثلاث نقط. النقطه الرابعه والخامسه، تركيبهم ايه؟ تركيبهم سمول بيبتايدز كلهم. وانت فاهم بيبتايد يعني من 2 لـ50 امينو اسيدز. ده حتى على سبيل المثال للحصر، الثايروتروبين ريليسينج هرمون ده 3 امينو اسيدز، تراي بيبتايدز، حتى حلوه التي مع التي، تراي بيبتايد، تبقى عارفها. في استثناء هو اللي بيجي في الام اس كيو، البرولاكتين انهيبيتنج هرمون، ده بقى دوبامين، اللي هي نوع من انواع الكاتيكولامينز، لاني بعيد واكرر كاتيكولزامين 3، ادرينالين، نور ادرينالين، دوبامين. هنا تعقيب على هذا الاستثناء. اولا هو مش استثناء عن المجموعه. واحد يقول يعني ايه؟ احنا لسه قايلين في المود اوف اكشن ان البروتين والبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز بيشتغلوا بطريقه واحده اللي هي النون جينوميك. يبقى هو داخل المجموعه، هو مش بيبتايد بس، في نفس الجروب بنفس طريقه المود اوف اكشن لانه دوبامين. طب السؤال، وليه ربنا خلاه ده يبقى مش سمول بيبتايد زي الباقيين؟ الاجابه دائما ابدا، لانه وراء الخلق خالق. ايه المصلحه ان البرولاكتين انهيبيتنج يبقى دوبامين؟ او خد بالك، مش البرولاكتين هرمون هو اللي دوبامين. البرولاكتين هرمون بتاع البيتيوتري لو لسه فاكر بولي بيبتايد، اللي دوبامين مش البرولاكتين. البرولاكتين انهيبيتنج اللي بيوقف البرولاكتين هو اللي دوبامين. البرولاكتين نفسه مع البيتيوتري بولي بيبتايد اللي بيوقفه، اللي بيوقفه كاتيكولامين دوبامين. اقول لك ليه. ست الرضاعه دي عبء على الست. بني ادم بيكون انسان من اللحم الحي، فتحتاج الى راحه بدنيه وراحه نفسيه. تصور لما نيجي البرولاكتين هرمون الرضاعه ده بيزيد بالنوم، بالسليب. مش انا قلت البيتيوتري غده مسائيه؟ ست تنام كويس، تريح بدنها كويس، يطلع برولاكتين. شوف العظمة الإلهية، السليب، السليب يطلع البرولاكتين. وتحتاج كمان لراحة نفسية، التوتر
الشد العصبي يمنع الرضاعة. طب ازاي؟ ادينا فهمنا ان لما تتوتر هتطلع كاتيكولامينز، من ضمن الكاتيكولامينز دوبامين. لما تتوتر هتطلع كاتيكولامينز ادينين وادينو دوبامين. الدوبامين ده بقى برولاكتين انهيبيتين، يوقف الرضاعة. ومن هنا نخلص ان الرضاعة لانها عبء بدني وعبء نفسي على الفيميل، فربنا خلاها تطلع بالراحة البدنية السليب، اللي يفتكر في المحاضرة القادمة هنقول البرولاكتين من ضمن الحاجات اللي بتطلعه السليب، وقلناها المحاضرة دي ان البيتيوتري بشقايا غدة مسائية بالليل، الادرينال كورتكس هي الغدة صباحية، وراحة نفسية لان البرولاكتين انهيبيتنج ده دوبامين. طيب نيجي يا شباب بعد كده للنقطة المتعلقة بيها، اللي هو احنا قلنا ان هو تركيبه ايه. طب نعرف بقى المود اوف اكشن. طب احنا قلنا النون جينوميك بيشتغل اساسا لو كنت فاكر بالسيربنتاين ريسبتور اللي هو 7 عن طريق الجي بروتين اللي هو 3، وتأملنا في الارقام 7 و3 اللي بيعمل سكند ميسنجر حاجة من 4، بس قلنا ان هما في الاساس في الشرح حاجة من 2، في الاغلب السايكليك ام بي، في الاعم الهرمون تشتغل بالسايكليك ام بي. لكن لو كان الشغل عاوز كالسيوم مثال كونتراكشن او اكزوسايتوزيس، يبقى عاوزين القصه اللي فيها كالسيوم اللي هي الداي والتراي، داي اسايل جليسرول وانزيتول تراي فوسفيت. طب هل هنا الريليسينج وانهيبيتنج هرمون دول محتاجين كالسيوم؟ طبعا. طيب يقول لي فهمني، هما مش الريليسينج والانهيبيتنج هرمونز بتوع الهايبوثالاموس دول هيطلعوا ايه في النهايه؟ هيطلعوا البيتيوتري هرمونز اللي هما ايه؟ جلايكوبروتين 3 وبوليبيبتايد 3. عشان البروتينات والبوليبيبتايد تطلع من خلايا البيتيوتري بروتين، والبوليبيبتايد يطلع من خليه، بيطلع بالاكزوسايتوزيس اللي محتاج كالسيوم. يبقى ما تنفعش قصه السايكليك ام بي، ولازم اقول قصه الداي اسايل جليسرول والانزيتول ترايفوسفيت. وده خطا وقع فيه كثير من الزملاء في كتبهم هناك، وهبقى اثبت ان ده خطا لان بعد كده صلحوها لان نقلوا من مكان اخر الاجابه الصحيحه. لكن انا بقنعك، انا مش بحفظ معاك. This why ما تفوتش على العبد الله ولا تفوت على حضراتكم انكم فاهمين. اخر نقطه في السته، ان الهايبوثالاموس الاكشن بتاع ريليسينج انهيبيتنج هرمون ذا نون سبيسيفيك. مثال، مفروض الثايروتروبين ريليسينج هرمون، ثايروتروبين لما يروح بالهايبوثالاموس بيتوتري يشتغل على الثايروتروبس، اسمه ثايروتروبين عشان بيشتغل على الثايروتروبس اللي هي بتطلع التي اس اتش فيشغل الثايرويد. لكن وجدنا ان هو بيشغل الثايرويد اساسا، لكن كمان بيطلع شويه جروث هرمون وبرولاكتين، فعشان كده اعتبرنا ان الاكشن نون سبيسيفيك، انه مش بيطلع هرمون واحد اساسا لكن معاه شويه تانيين. وهنا السؤال، هو ليه الاكشن نون سبيسيفيك؟ والاجابه انتوا عارفينها احسن مني، لانه وراء الخلق خالق. ايه المصلحه ان الثايروتروبين ريسينج هرمون ما يطلعش ثايروكسين بس، يطلع معاهم برولاكتين وجروث هرمون شويه؟ هنعرف في الرضاعه ان المجموعه دي مهمه جدا للرضاعه، وان الست اللي عندها نقص في الثيروكسين او في البرولاكتين او في الجروث هرمون بتتاثر رضاعه. فربنا خلى الثايروتروبين ريليسينج هرمون ده ما يطلعش بس الثايرويد ستيميتنج هرمون، يطلع كمان الجروث هرمون والبرولاكتين. لدرجه بعض الزملاء وقعوا في خطا ثاني، ان افتكروا انه البرولاكتين عنده ستيميليتنج هرمون، مع ان انا قلت ان هو ما عندوش غير انهيبيتنج. افتكروها ليه بقى ستيميليتنج؟ لان خفي عليهم ان الثايروتروبين ريليسينج هرمون لانه نون سبيسيفيك ما بيطلعش الثايرويد بس ثايروكسين، انما بيطلع كمان الجروث هرمون والبرولاكتين. يبقى ده اجابه سؤال الهايبوثالاموس. قربنا او اشرفنا على الانتهاء باذن الله. يبقى في الهايبوثالاموس هتجاوب في 6 نقط، وما عشقت مثل عشق النظام، وقلت التحصيل فن. أول 3 مرتبطين ببعض، بيطلعوا منين؟ من حتة بارزة عيب تنساها، ميديان إيمينينس. وبعدين ينزلوا الستة هم، تقول أسمائهم، ودي أهم حتة بإجابة السؤال. تقول اسم الـ 6 ريليسينج إنهيبيتنج هرمون، هم 6
البيتيوتري كان عندها 6 امبورتنت هرمون 50 بس فيهم 6 ومين دول 6 بس تقول اسمائهم. ثم ثالث نقطه يبقى طلعوا من ميديا ايمينس وقلت اسمائهم مين اللي طلع ونزلوا ازاي للبيتيوتري عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سكريشن. يبقى دي اول ثلاث نقط مع بعض. النقطه الرابعه والخامسه مع بعض وايه الرابط ما بينهم ان الاستراكشر الكيمستري بتاعه الهرمون هي اللي بتحدد المود اوف اكشن لان هم سمول بيبتايدز ما عدا البرولاكتين انهيبيتنج اللي هو دوبامين حتى الاكسبشن يدل على ان وراء الخلق خالق. قلناها ليه بيشتغلوا بنفس الطريقه بيعملوا اكزوسيتوزيس للهرمونات دي لانها بولي بيبتايدز او جلايكوبروتين يبقى محتاجين كالسيوم يبقى لازم يشتغلوا بالداي والتراي داي اسايل جليسرول استول ترايفوسفين والروعه تصل ان الاكشن بتاعهم نون سبيسيفيك. يبقى ممكن سؤال بيتيوتري يجي كل كنترول اوف انتيريور بيتيوتري او يجي هايبوثالاموس لوحدها او في باك ميكانيزم لوحده. انا تساءلت سؤال هو ليه ربنا عمل تو ميكانيزمز حتى اقولها بطريقه سهله واحد من فوق اللي هو الهايبوثالاموس واحد من تحت اللي هو الفيدباك ميكانيزم. والاجابه لانه وراء الخلق خالق. الهايبوثالاموس جزء من النيرفس سيستم. الهايبوثالاموس بتحدد الليفل اللي احنا عاوزينه من الهرمون تحدد كاتبها لك بالعربي اهو بيزد على النيرف سيجنالز. احنا معظم الحاجات اللي بتدور حولنا في الحياه بنتلقفها عن طريق نيرف سيجنالز اشارات عصبيه. الاسترس درجه حراره الجو حر ولا برد السكشوال اكسايتمنت الاثاره الجنسيه فحسب عوامل كثيره جدا ذكرت شويه منهم على سبيل المثال الهايبوثالاموس هتقول من هذا الهرمون نحتاج لهذا الليفل يبقى تحدد. يبقى الهايبوثالاموس هتحدد الليفل بينما الفيدباك ميكانيزم يثبت. حتى شوف جمله حلوه اهو الهايبوثالاموس تحدد والفيدباك يثبت. لو زاد عن الليفل المطلوب ينقصه لو نقص يزوده بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. يبقى واحد يحدد اللي هو الهايبوثالاموس اللي هو النيرفس لان معظم التغيرات والاشياء بنتلقاها في صوره نيرف سيجنالز حسب الوضع حوالينا وهو عباره عن تركيبه معقده مركبه من مجموعه عوامل كتيره. يقول محصله ما نتعرض اليه من ظروف مختلفه محتاجين من هذا الهرمون هذا الليفل يحدد. طب مين يثبته بالظبط بالظبط بالظبط؟ الفيدباك. لو زاد يقلله ولو نقص يزوده. يبقى هنا يصلح يبقى سؤال كامل وممكن يجي كل واحد سؤال على حده. الهايبوثالاموس في 6 نقاط بيطلع ميديان ايمينس تاني نقطه السته تقولهم وينزل عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. النقطه الرابعه والخامسه مع بعض تركيبهم يحدد الوظيفه يحدد المود اوف اكشن اسف. يبقى هم سمول بيبتايدز ما عدا البرولاكتين انهيبيتنج ده اللي بيجي في الام اس كيو دوبامين وفهمنا ليه بيعملوا اكسيتوزيس يبقى عاوزين كالسيوم. يبقى ما ينفعش سايكليك ام بي لازم داي وتراي داي اسايل جيسترو انستول ترايفوسفيت ولا عظمه ان الاكشن نون سبيسيفيك وفهمنا ليه. ده سؤال. السؤال الثاني الفيدباك ميكانيزم معظم الانواع بتبقى نيجاتيف. معظم الانواع قلنا بتبقى نيجاتيف. في لو من الجلان تبقى لونج لوب البيتيوتري على الهايبوثالاموس شورت لوب الهايبوثالاموس على نفسها تبقى الترا شورت. ويعني ايه نيجاتيف؟ يعني لما الاشاره تختلف واحد يزود والتاني ينقص. ولكن قليل جدا بيبقى فيه بوزيتيف فيدباك. وقلنا يعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ لما الاشاره تتحد. يعني ايه يزود بي وبي يزود ايه؟ او ايه ينقص بي وبي ينقص ايه؟ اتحاد الاشاره يخليهم بوزيتيف حتى لو ده ينقص ده وده ينقص ده. وقلنا ما فيش غير مثال واحد تبقى عارفه كويس قوي ان الرايزنج ليفل اوف ايستروجين رايزنج الليفل المتزايد وليس الليفل الزائد. في فرق في عربياتنا رايزنج بالاي ان جي تعني الاستمراريه. الليفل المتزايد يزود رايزنج هرمون بوم اوفيليشن حتى قلنا الات سيرج. وده لو ما عرفتوش مش هتلاقي اكزامبل غيره دلوقتي. يمكن هقول لك انا كده وافردك اخليك متفرد بانك انت تعرف مثال اخر. كده يبقى انهينا يا شباب هذه المحاضره واتعشم تكونوا استفدتوا. وبشكركم على حسن انصاتكم بشكركم على وقتكم اللي ادتوني واتعشم ان تثمر. لكن عندي ملحوظتين هقولهم في النهايه. بليز الام اس كيو ده مهم جدا
انا ملاحظ ان في ناس كتيره مش مهتمه بالحل، بس بتاخد اسئله كأن يعني بنهزر. يا جماعه هنا المحاضرات في امريكا وفي كندا لا تبدا سوى بام اس كيو، اللي هي الفيدباك. ايه قيمه ان المحاضره الماضيه اذا ما عرفناش انت استفدت ولا لا؟ من فضلك حلوا وابعتوا لي الحلول عشان احس انكم بتحلوا، دي مهمه جدا. هو ده اللي هيؤكد ان احنا فهمنا القصه وهنجاوب الاسئله وبجيب لك الاسئله الصعبه. اتنين، زي ما قلت لك بليز اسمعني مرتين. مره اكتب الاسئله نظري شفوي ام اس كيو نظري مهم اس الف، اكتب معاني الكلمات، اهضم الحصه. وبعدين في وقت الفراغ وانت زي ما قلت في اتوبيس في سبوي تعبان من المذاكره، حط الهيدفونز في ودانك واسمع المحاضره مره تاني، صدقوني هتحفظها كويس جدا. ومش بنجربها، كثير من الناس قالوا لي ان هم لما بيسمعوا مرتين مش محتاجين يذاكروا، خلص الموضوع على كده. فبليز اسمعوها مره تاني، تملي هتبقى كويس. واحنا زي ما حرصنا تقريبا بتبقى في حدود ساعة ونص المحاضرة، حتى لو شلت منها التنبيهات والمعلومات العامة لا تزيد أبدا عن ساعة ونص بما فيها حتى الامتحان. ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، وإلى أن نلتقي بإذن الله، يحفظكم الله.